أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. خداع المنافقين وتذبذبهم. عرفنا أن المنافقين يحاولون تخريب المجتمع من داخله بتشويه الإسلام أو غمزه أو الطعن في بعض أحكامه حتى يبعدوا ضعفاء الإيمان عن الإيمان ويكفرونهم. ويذكر لنا الله تبارك وتعالى في الآيات التالية وضع المنافقين، خداعهم، خداع المنافقين وتذبذبهم. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب، يعني نصيب من الغلب لكم، غلبوكم، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إشارة من الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إلى آخر الآية. إذن المؤمنون يبتغون مرضات الله وينتظرون أن يرضى عنهم الله تبارك وتعالى فيخلصون العمل ويمتثلون أمر الله. أما المنافقون فهم يريدون خذلان المسلمين وأن يتسلط الكفار على المسلمين، لأنهم يعيشون في ظل الكفر مسرورين، يصلون إلى أهوائهم وتسلطهم على أعراض والأموال وكذا. مجتمع فاسد إذا فسد يعيشون فيه، الفاسد يريد أن يعيش في بيئة فاسدة حتى يحصل فساده. وهكذا المنافقون لا يحبون دين الله، لأن دين الله فيه الاستقامة وفيه يقف كل إنسان عند حده ولا يتعدى على غيره، وهم يريدون أن يتعدوا. إذا تحجبت نساء الناس في مجتمع إسلامي فكيف يتمتعون بالنظر إلى النساء؟ إذن هم لا يريدون هذا الدين الذي تتحجب فيه النساء. إذا امتنع النساء عن الفواحش فكيف يصلون إلى أعراض النساء العفيفات؟ ولذلك تراهم عندما يقاتلون المسلمين يحاولون اغتصاب المؤمنات، فهذا منهجهم في الحياة. منهجهم أن يطغوا ويبغوا ويصلوا إلى أموال الناس وأعراضهم والتسلط عليهم، فهم يتمنون أن يغلب المسلمون وأن يتسلط الكفار حتى يعيشوا في ظل الكفر كما يريدون، ينفذوا تعاليم الكفر في الفساد، وبالتالي هم يصلون من وراء ذلك إلى مصالحهم. إذن المنافقون يتربصون بكم، ماذا يتربصون؟ يتربصون زوال دولتكم الإسلامية أيها المسلمون. هل لاحظتم في هذا العصر أن المسلمين، أن الكفار جميعا من المتسلطين، سواء يجرون الانقلابات العسكرية أو متسلطين بشكل غير انقلاب عسكري أبا عن جد أو بطريقة ما، هل شعرتم أنهم يكرهون الإسلام ويريدون زوال دولة الإسلام؟ وإن كتظاهرهم بالإسلام ولكن لا يريدون الإسلام. ف
فتارة يقولون عن الإسلام السياسي خلصوا من الإسلام السياسي، يعني شالوا حكم الإسلام جابوا حكم الشيطان من أمريكا أو اليهود المبطنة بأمريكا. إذن يتربصون بكم، يتربصون بدولتكم أن يظهر الكفر عليكم ويذهب حكم الإسلام فيكم وتذهب ملتهم، فإنهم ينتظرون بترقب يقظ ما يحدث لكم من خير أو شر، وينتهزون الفرص لتحقيق مصالحهم. فإن كان لكم نصر من الله على أعدائكم، إذا انتصرتوا ماذا يحصل لهم؟ بدون الدنيا. فإن كان لكم فتح عن نصر من المؤمنين على الكافرين، نصر من الله للمؤمنين على الكافرين، قالوا ألم نكن معكم؟ بدون غنائم، بدون غنائم. أما رأيتم صنفا من أصناف الذين يقاتلون في الظاهر يقاتلون مع المسلمين في هذه الأوضاع التي نحن فيها، ولكن في حقيقة الأمر يمثلون بالقتال والجهاد والدفاع عن الشعب، ولكنهم في الحقيقة عندما توجد هناك غنائم يهجمون ليأخذوا الأسلحة ويأخذوا. هذا هدفهم في الحياة والعياذ بالله تعالى. وأن ادعوا الإسلام إذا كان هذا منهجهم فهؤلاء ليسوا بمسلمين، إنما هم منافقون، ينتهزون الفرص لتحقيق مصالحهم. فإذا منعوا من الغنائم يقول المسلمين ألم نكن معكم؟ نحن كنا نقاتل، قاتلنا في كذا، قاتلنا في كذا. عندما تحرينا الأمور وجدنا قتالهم كله كذب كذب، لم يقاتلوا بشكل جدي إلا عندما قاتلوا المسلمين في المناطق المحررة، بدأوا يقاتلون المسلمين، يدخلون المناطق التي لا يوجد فيها قوة للسلاح للمسلمين، والعزل يتسلطون عليهم بالسلاح، يقتلون هذا ويقتلون هذا، وكثر القتل في المسلمين من هذه الناحية. أما في المعارك لم نجد لهم إلا تمثيليات، عندما تتبعنا لم نجد لها أثر أبدا، إلا والعياذ بالله تعالى نحن نشك في أن بعض القادة، حتى قبل أن يظهر هؤلاء المنافقون، بعض القادة الذين يقاتلون يقتلوا بعضهم من الخلف. مين عم يقتلهم؟ هذول اللي كانوا عم يقاتلوا العدو، هم يقاتلون مع العدو ولكن من خلف الصفوف والعياذ بالله تعالى. قالوا ألم نكن معكم، يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة، فاجعلوا لنا نصيبا من الغنيمة، أما إذا غلبنا الكافرون، إذا تغلب علينا الكافرون لا سمح الله ماذا يفعلون؟ وإن كان للكافرين نصيب، يعني نصيب من الغلبة عليكم بسبب من الأسباب ضمن سنة الله تبارك وتعالى وبمقتضى حكمته الجزائية والتربوية. الجزائية يعني الله قد يعاقب المؤمنين عندما يقصرون في الجهاد أو يقصرون في العمل الإسلامي والدعوة إلى الله، فيعاقبهم بأن يغلب الكفار عليهم، هاي الجزائية. أو التربوية حتى يعودهم الله سبحانه وتعالى أنه ما يمكن أن يتقدموا ويتحرروا إلا أن يكون لهم قوة تحميهم، القوة في الإسلام، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ليست للعدوان على الآخرين لا، ولكن من أجل أن نمنع الآخرين من العدوان علينا والتسلط. فعندما يقصر المسلمون في ذلك قد يتغلب عليهم الكفار فترة من الزمن، ليربيهم الله تبارك وتعالى، لأنهم جهلوا أوامر الله وتعاليم نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى، فيربيهم الله إما بالعقاب أو بأمور حتى ينشطهم فيعودوا إلى طاعة الله ورسوله. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. طبعا عندما يتغلب الكفار على المؤمنون ماذا يفعل المنافقون؟ يقولون للكافرين أعطونا نصيب من ربحتم المسلمين، ألم نستحوذ عليكم؟ الاستحواذ الإحاطة التامة، ومنه قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان، الكفار والمنافقون أحاط بهم الشيطان إحاطة كاملة، ما عاد لهم منفذ إلى الخير، ما عاد يدخل الخير في قلبهم، مغلق، الشيطان سيطر عليهم، شيطان الإنس والجن. ولذلك تجد كثير من الناس تقول لهم اسمع يا أخي قال الله تعالى كذا، والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت لا تعلم، أليس كذلك؟ يقول لك نعم الله عليم بذات الصدور. طيب رب العزة يقول لك لا يعطي إذنا،
قال فلان قالت فلانة، بده يستمع ماذا قال فلان وماذا قالت فلانة. فهو إذن قلبه مع المخلوق وليس مع الخالق، طاعته للمخلوق وليس للخالق، عبادته للمخلوق وليس للخالق سبحانه وتعالى. وإن تظاهر أنه يحب الله ورسوله فبالكلام هذا لا يفيد ولا يدخل الجنة. فإذن الكاف عندما يغلب الكفار المؤمنين، المنافق يحاول أن يكون في صف الكفار، بده بقى إذا كان تسلطوا وصلهم سلطة على الكفار بده وظيفة، بده أحسن وظيفة وأحسن راتب عند الكفار. ليش؟ نحن ساعدناكم. يقول الكفار أنا منستحوذ عليكم، يعني أحطنا بكم إحاطة، نصرتكم، خبرناكم بأوضاع المسلمين، بينا لكم هناتهم، ساعدناكم بشكل غير مباشر، لولا مساعدتنا ما كنتم تنجحوا. مثل ما يقول حزب الشيطان، لولا نحن ندخل لسوريا كان ما نجح ذاك. صحيح، ولكن النصر عند الله، ينصر من يشاء، ما بحزب الشيطان ولا بغيره. هذه لا يفهمها المنافقون، يظنون أنهم هم الذين ينصرون، ويظن الكفار أن هؤلاء الذين ساعدوهم هم الذين نصروهم. لا، الله يستدرجهم كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لعل حكمة الرب سبحانه وتعالى يستدرجهم ليذبحوا في مذابح الإسلام التي تذبح من يتعدى على الحق ويتعدى على الناس ويتسلط عليهم، حتى يتخلص الناس من شرهم ويتحرر البشرية الحرية الحقيقية الكاملة التي يعيشون فيها سعداء، لأنهم خلقوا من أجل هذه الحرية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدوا الخالق مو المخلوق. المخلوق عبد لا يعبد ولا يطاع إلا في طاعة الله. أما الله تبارك وتعالى فهو عليم بكل شيء، كل شيء عليم. فهو عندما يشرع لكم من الدين يشرع لكم ما فيه مصالحكم وسعادتكم في الدنيا قبل الآخرة. فهؤلاء الكفار يقولون، المنافقين يقولون للكفار الذين غلبوا المسلمين في فترة من الفترات، ألم نستحوذ عليكم، يعني نحيط بكم ونخبركم بتصرفات المسلمين حتى استطعتم أن تغلبوهم ونمنعكم من المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يهددهم ويقول فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بشارة ربانية لكل المؤمنين في الكائنات. طبعا يفهم هذه البشارة المؤمن المخلص، أما المؤمن من المنافقين ما بيفهم ذلك، بيقول لك إيه الله كذب علينا، وين وما نصرنا، إيه صار 3 سنين صار 4 سنين صار 5 ما انتصرنا. لا، سينتصر الحق بإذن الله تعالى، ولكن طالت المدة أو قصرت هذا تابع لحكمة من حكم الله تبارك وتعالى، حتى يتخذ من المؤمنين شهداء ويتخذ من أولئك الفجار الضلال أناسا يحشرهم في جهنم وبئس المصير، ويحرمهم هذه الحياة الدنيا التي هي أفضل شيء عندهم ولا يهمهم غير هذه الشهوات الدنيوية. فربنا عندما يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ليس معنى ذلك أنه ما بتسلطوا الكفار لفترة من الزمان، لا، قد يتسلطوا وقد يقتلوا من المؤمنين، ولكن هل يتسلطون على المؤمنين تسلط استئصال؟ لا، مستحيل، مستحيل يستأصل الدين ويستأصل المؤمنون. في فترة من الفترات في بعض الدول اللي شمال سوريا تسلط بعض الكفار فقتلوا كل أهل العلم وأبادوا ومنعوا كل مظهر إسلامي، ومع الأسف المظهر اليهودي موجود، ومع ذلك هل أزالوا الإسلام؟ لا، إنه يعود كما كان بإذن الله صافيا شيئا فشيئا إلى قلوب المؤمنين ثم إلى سلوكهم ومظاهرهم. هذا يدركه ويراه من كان عنده بصيرة ورؤية، أما الجاهل الذي لا يرى يظن أنه خلاص المسلمون راحوا. لا، ما راح، جاءوا بقوة وفهم وعلم وتقدم بإذن الله لا بقدرتهم. الله هو الذي نصره. وأيضا عندما يشتد الظلم ويطول لله تبارك وتعالى في حكم، ولكن اطمنوا أيها المؤمنون لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يجعل لهم سبيل استئصال يستأصلونهم ما يبقى في إسلام. لا، بالعكس،
كل ما مات أكثر من المسلمين يزداد الإيمان في قلوب من بقي من المسلمين وفي قلوب أبنائهم. وإذا ازداد الإيمان واحد من المسلمين يعدي الآلاف في قوة إرادته وعزيمته وعقيدته ورأيه وفكره وفهمه للحياة وفهمه لأسلوب التقدم في هذه الحياة. إذن المؤمنون لا يخسرون إذا كانوا مخلصين لله. إن أعطاهم الله الخير دعوا إلى الله وانتشر الحق بينهم وفي العالم، وإن ضغط عليهم وتسلط عليهم الأعداء ولكن لفترة من الزمن، لا يظن أحد أنهم يستأصلون المسلمين استئصالا كاملا ويزيلون الدين، لا يزيلون الدين. دين الباطل بالضغط والإرهاب والقوة يزول، ولكن دين الحق لا يزول من القلوب. فإذا لم يستطيعوا إزالتهم من القلوب سيعودوا بقوة أشد وأفضل. ولن يجعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما مرت معنا الآية في حلقة ماضية. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. تقدم في أول سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون، قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المخادعة أن تخدع إنسانا بشيء وتدبر تدبيرا سريا. فهم عندما يدبرون تدبيرا سريا، لأن في قلبهم لا يحبون الإسلام ولا يطيعون الله، عندما يطيعون الله ظاهرا فكأنهم يخادعون المؤمنين وكأنهم يخادعون الله. ولكن ربنا في هذه الآية يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. بتصوروا نفس أنه خلاص مشي أمرهم، الناس صدقوهن، هاي فلان الطيب الجيد زوجه بنته، هو بيعرف أنه ما يحب الله ولا الرسول، بس بالظاهر بالصلاة والصيام وكذا إلى آخره، فبظن أنه خدع ومشيت عليه، ويظن أنه سيخدع الله في الآخرة كما بده يكون مع المؤمنين. لا، ربنا سبحانه وتعالى يبين جهلهم في هذا الطغيان الذي مشوا فيه. ماذا جهلوا؟ جهلوا أن الله خادعهم. حاشا لله أن يكون صفته صفة المخادع الخائف، لا، ولكن هذه اسمها المشاكلة، يعاقبهم بمثل الطريقة التي مشوا فيها. هم سووا خداع، فربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يخدعهم، يخدعهم في الدنيا ويخدعهم في الآخرة. في الدنيا يعطيهم الله سبحانه وتعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون فيستدرجون، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بعضهم قال لك حلال على الشاطر، والله دبرت حالي، ضحكت عليهم، هدول منين هدول الدينين، ضحك عليهم يعني، دخل بيناتهم وتجسس عليهم لآخره. لا يجي ملاك الموت، شوف ماذا يحل بك. فهو إذن الله تبارك وتعالى يعطيه في سلوكه الذي سار فيه، يعطيه في هذا السلوك الذي سار فيه حتى يستدرجه، فإذا جاء إلى الآخرة والعياذ بالله تعالى لا يجد له خيرا يدخله الجنة أو يبعده عن النار، إنما يقع في الخداع الذي بدأ فيه. أخبر الله تعالى عن المنافقين يوم القيامة، شوفوا شلون يخدعون، ربنا سبحانه وتعالى يعاملهم بمثل ما عملوا في الدنيا. يوم يبعثهم جميعا فيحلفون له، لمين؟ لله، يحلفوا لله: والله نحن كنا أنت ربنا يا الله ما عبدنا غيره. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أن الله يشهد إنا لمؤمنون، الله يكذبهم. أيضا في الآخرة بحلفوا أيمان: والله نحن مؤمنين، آمنا محمد، آمنا. الله بيعرف ما في قلوبهم، وهم يجهلون أن الله يعلم كل شيء. الخالق ليس كالمخلوق، نحن لا نعلم ما في قلوبهم، ما
بعض الناس ربما يتزين لنا وكذا ويكون يسوي حاله من أهل العلم لأنه درس الشريعة مثلا، ولكنه لم يفهم هذه الشريعة شيء إلا أنه يتكسب بالدين، يعني عم يعيش في الدين، الدين مشان يأخذ وراه مصرات، عم يجي مصرات بالدين حطوه مفتيح حطوه مدري إيش كذا، أوه مصرات كتير بأساليب شيطانية بحصل. الدين كويس، دين الباطل دين النفاق طبعا بالنسبة لك جيد حسب حاله شاطر، ولكن الله يخدعه لأنه سيكون في جهنم وبئس المصير. ولذلك قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظروا نقتبس من نوركم. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيجعل لكل مخلوقات نور يمشون به على الصراط، ثم يؤخذ النور الكفار مباشرة ما في له النور يدخلون جهنم، أما المنافقون كلهم شوية نور بعدين بتروح النور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظروا الإنظار غير النظر، انظرونا يعني تمهلوا علينا انتظروا شوي، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور، جدار عظيم، فضرب بينهم بسور باطنه له باب باطنه فيه الرحمة طرف المؤمنين وظاهره من قبله العذاب، جهنم صار فيها. طبعا هؤلاء المنافقين اللي عزلوا عن المؤمنين في الدرك يروحوا للدرك الأسفل من النار. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع سمع الله به ومن رايا رايا الله به. إذا كان يسمع أنه هو بيعمل كذا كذاب وما بيعمل بس عم الظاهر، الله بسمع في الآخرة فيه ندخل الجنة موت فضل أدخل الجنة، ومن رايا رايا الله به يعني يريه أنه سيدخل للجنة فيدخل للنار. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار، بأمر فيه خذوه للجنة بياخذوه بعدين يقول له خذوه إلى جهنم. ويظهر من الآية أن المنافقين يتصفون بخمس صفات، فيظهرون ما يوهم الإيمان، هي الصفة الأولى يخادعون الله والذين آمنوا، يظهرون ما يظهر أنهم مؤمنون ولكنهم ليسوا بمؤمنين، والصفة الثانية إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليش قاموا كسالى؟ لأنهم ما بحبوا يصلوا وما بستشعروا بطعمة الصلاة، يعني بس قدام الناس بيصلوا وش دسوا بعدين حسبوا بيعرفون كافرين فيتظاهرون بالصلاة. ولذلك إذا ما في حدا ما بحسن الصلاة ولا بصلوا، إما ما بحسن صلاتهم أو ما بصلوا. الصفة الثالثة يراؤون الناس، يعني كل ما يفعلونه ليراه الناس لا من أجل أن يعطيهم الله الأجر عليه في الآخرة، إنما من أجل أن يصلوا إلى مصالحهم في الحياة الدنيا، فهم إذن مراؤون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نقف هنا لنتم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.